السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا مرحبا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا الى الملعب الاولمبي جابومنا في مدينه دوالا، واحده من المدن التي تحتضن العرس القاري 33 في تاريخ الكره الافريقيه، في حضور جزائري طبعا. اينما كانت البطوله والمنافسه واينما رحل المنتخب يرحلون معه من كل بقاع الدنيا بالوان الاخضر والاحمر والابيض بالعلم الجزائري. الجزائريون في رحله الحفاظ على تاجهم ورحلة الاستمرار في تحقيق النتائج من دون خسائر، 34 مباراة من دون خسارة في عهد جمال بلماضي الذي لعب لحد الساعة 37 مباراة، سجل 89 هدفا معه. اليوم سيكون الموعد مع الهدف 90 للمنتخب الجزائري. كونكير في وسطية الدفاع، كامارا وكي على جهة اليسرى، يحاول لمر ياسين، عنده الكرة الآن إبراهيمي والركنية، لا الحكم يقول خطأ ضد ياسين ابراهيمي. رياض يلعب ممتازه لاسلام، دخل اسلام وبابا خطيره، اول كره من اسلام بينه وبين يا يوسف يبحث عن يوسف بلايلي وتغطيه دفاعيه عن طريق بحث عن واحد من الرؤوس ورايس، يحاول المرمى من امام عطال، توراي وعطال، التغطيه وفي خطا من يوسف يصفر حكم المباراه مع مقارنه بجمال. في اليمنى محاوله المرور، يرجع ياسين ابراهيمي، تسترجع التغطيه، التوزيع على الارضيه، جول، اولولا كنت شايفها في الشباك كرة الحاج كامارا. يوسف عطال، رياض مع خطيرة توصل للرامي، بعيدة، يوسف خل يوسف خطيرة عرضية، رائعة من يوسف عطال، البحث عن إسلام والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق تسديدة مرة ثانية وركنية مرة أخرى وركنية. المتابعين الكرة مرفوعة بعيدة، رامي بالراس من بدران بحثا عن رياض ولكن بعيده يا بدران، وراح جراي على الجهه اليسرى، عوده موفقه من رياض، يرجع الكره يلعبها اسلام، والدفاع والحارس كامارا يخرج نفذ الركنيه بعيده في القائمه الثانيه، والدفاع يدخل، وصلت يوسف بليلي، كرته ضاعت، وخبره ايضا اللي كسبها مع الوقت. وينك يا يوسف؟ عيسى مندي في التغطية بروعة يلعبها، إبراهيم يفتو الكرة راحت في الوسط، العودة الموفقة من هنالك عن طريق الرامي، ياسين دخل، ياسين مازال، ياسين 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 ياسين، قادر بدران، كرة في العمق، تغطية من بدل أرضية ميدان ولكن مع المنتخب أيضا تعود، هول العي هيل الكرة هذه من رامي في اتجاه ياسين، يتبادل متسلل أم لا، إسلام يرجع مرة ثانية لياسين غولي، يلحق عليها سفيان، التغطية الدفاعية وتروح تماس لصالح المنتخب الجزائري. وجيراي ورياض ويوسف يتفوق، يوسف هنا الحكم خلى اللعب ورجع ويصفر خطا لجيراي. ثانيه التوزيع من يوسف وبين احضان، كول كير بيسراه يرسل كره بعيده في دار المخالفه الراسيه، واو بليلي تسديدته سهله يوسف، ارجع من هناك على اليسرى على الجهه، الكره لم تخرج يا يوسف، ارجع يا عطف، اضرب الكره قد ما تقدر، ياسين في المراوغه، ياسين مازال يرجع استلم، رياض يبحث عن اسلام، اسلام تغطيه دفاعيه من هنالك، اريس بالقبله في خطا، نعم كره من سفيان لاسلام، تغطيه بالراس من كامارا، ياسين ابراهيمي خليون هذا اللي ترجعه، في خطا، نعم في خطا من رامي هنا من امام اللاعب، تاريخ المشاركات الجزائريه في نهائيات كاس امم افريقيا، يقدر وضعي تسلل، وضعي تسلل واضح، طلبها اسلام، دخل على الجهه اليسرى اسلام، واخر يوسف عطال، محاوله التوغل، تسديده بعيده كثير هذه الكره من محمد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.